جالسة مع ضيافي ما بيا عليا حتى هجمت عليا بسمها الله يحفظنا منها ويرضها علينا ويحفظنا ويحفظكم السلام عليكم متتبعيني الأوفياء مرحبا بكم فيديو جديد في نهار جديد موضوع جديد افكار جديدة معكم دائما كما العادة دائما آه معايا الجديد وافكار اللي آه غات نفعكم على بركة الله نتمنى هذا الفيديو لقاكم كلكم على خير وبخير مرتاحين في عقولكم وقلوبكم تشاهدوه بكل حب بكل فرح تبارطاجيوه مع الاهل الحباب فضلا منكم ليس امر شجعوني بالاشتراكات ديالكم واللايكات الزوينين هنايا على بركه الله كنشارك معكم هذه لديدة ديال الفران فكره زوينه وجدتها الكوزينه ديالي كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه درت لها اللوينات اللي شفتوا معايا افكار زوينين للمطبخ هنايا كما قلت لكم وجدت هذه لديدة هادي. خيطها بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا درت لها بلاصه الاصابع هكا فاش غادي نشدوها بهاد الخيط درت فيه الشكل ديال الضفيره جا زويون تبارك الله ها هي وجده بحال هاد الاخرى اللي شفتو معايا في القهوية غادي نشارك معكم هاد الحويجات اللي وجدت كلهم ان شاء الله في واحد لا خاص لهاد الافكار الزوينين اللي اه شاركت معاكم واللي ما شاركتش معاكم غادي نشاركهم ان شاء الله من هنا القدام مازال كاينين افكار اه جديدة وزوينة وبسيطة اللي اه تنفعكم غادي تستفدوا منها بزاف خصوصا البنات اللي اه عزيز عليهم الاعمال اليدوية هكا اه خياطات كيديروا بحال هاد الافكار هادو كنقول لهم مرحبا بكم تستفدوا معي دائما والله يوفقنا جميع للخير ان شاء الله يا ربي هنايا كما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال ليدي دا ديال الفران اللي قلت لكم كنشدوها هكا في يدينا كنلبسوها ليدينا كما كتشوفوا معايا درت لها بلاصه الصبيعات هكا باش كنحلوا الفران ولا نهزوا لاطه سخونه درتها في هاد الثوب اه كي كيتحمل السخونيه سخونيه وهذا الخيط حتى هو باش غادي يتعلق في الفران غتبقى في الفران المهم اه كل مره واش من لون حطيت هذه اه من لونسومبل ديال الغوز كما شفتوا معايا اه درت الكوزينه بزاف ديال اللوينات وهذا الاخرى من هاد اللوينات هادو حتى هما زوينين خديت توب هاد الثوب هذا فيه هاد الزواقه عجبني ودرت فيه هاد هذه هادي زوينه المهم دائما نتفننوا ونديروا حويجات جداد البيت ديالنا نحاولوا دائما البنات نوعوا كما كنقول لكم دائما لانه التنويع في الدار راه زوين كيريح النفسيه ديالنا وديال عائلتنا كيبدل الشكل ديال الدار ما كتبقاش دائما بنفس الشكل بنفس الالوان اللي كتعطينا الماء الملل كتعطينا الطاقه السلبيه لهذا نحاول دائما كما كنقول لكم نبدلوا الشكل ديال البيت ديالنا واللوينات اللي حنا حاطينهم والحمد لله هنايا على بركه الله كنوجد العشي والضياف الغفله دائما مرحبا باي واحد في اي وقت مرحبا بالحباب ديالنا في اي وقت لكن غير اعلمونا كما شفتوا في الفيديو ديال كيكه الضياف الغفله اللي لقى واحد عندكم واحد الاقبال عندكم الله يعطيكم الخير وشكرا بزاف للناس اللي بارطاجاو هذاك آه لا الله يعطيكم الخير واللي مازال ما شافوه ينزلوا القناه آه يقلبوا عليه فيه بزاف ديال المواضيع هضرت عليهم على قبل ضياف الغفله وهنايا كان وجد كما قلت لكم ضياف الغفله اللي جايني آه بالزربه بالزربه كان وجد عشيوه آه غادي نوجد بالصيله بالدجاج هنا حطيت الدجاج غادي نوجدو والشعريه درتها اطفور لكن وقعت لي واحد المصيبة الصراحة اللي آه غنقول لكم واحد الموقف اللي صعيب الصراحة لانه هنا آه في هذه هاد اللحظه هذه خصني نوجد البسطيله آه بالزربه بالزربه خصني نصور المراحل آه ديال البسطيله باش نشاركها معكم وهنا التليفون تعكس ليا في اللحظه اللي آه انا محتاجه وقفه عليه تعكس ليا كما كتشوفوا معايا آه ولا هكا صافي ما بغى مازال يتحل ما بغى يطفى ما بغى والو ولو وقت ما عنديش فاش انني آه نتسنى حتى يطفى ويشعل عاوتاني ولا آه يتشارجا المهم زيره بزاف في واحد اللحظه اش لكم عليها لا حول ولا قوه الا بالله البسطيله ديالها ها هي عمرتها غادي ندخلها فران المهم الله يهدي علينا ضياف الغفله حنا ما كنقولوش ما يجيوش عندنا الاحباب لا ما نقول لكم انايا هكا حاشا ولله مرحبا و ألف مرحبا بأي واحد في أي لحظة في أي وقت غادي يجي عندنا مرحبا و ألف مرحبا غادي نحطوه على راسنا و لما هزته ما نحطه الدار نحطوه فوق راسنا على راسنا من الفوق ولكن غير الواحد يعلمك على الأقل بنص ساعة ولا ساعة باش يعطيك الوقت انك الا اه رحبتي به تكوني مرتاحة ضاحكة نشطة مع اه الناس اللي جايين عندك ولو ان الواحد ما كانش عارف انه غادي يمشي عند الاحباب في هذيك اللحظة انك عرفتي غادي تمشي عند الناس هزي التليفون قالوا اختي انا جاية واحد نص ساعة ولا اه ساعة في هذيك اللحظة ديك السيدة راه الله ما تدير في هذيك الساعة وانتيا تتلبسي في حوايجك تتسدي في الدار غادي في الطريق شدة الطاكسي المسافه ديال آه، الطريق في هذيك اللحظات هي غادي توجد شحال من حاجه غدير كيكه خفيفه غدير مسيمنات حريشات باش تقدم لك الشهيوات الزوينين تكون فرحانه ومبتسمه ومرتاحه في نفس الوقت ماشي بحال الا آه، دخل عليك شي واحد هكا على غفله طق حلي الباب السلام عليكم اهلا وسهلا الدنيا مرونه الله يكون في العون وليدات آه، الله يهديهم اللي عنده الوليدات تجمعي من هنا لك هنا تعيا ما تجمعي وتحكي ايمان كتبقى الدار مرونه الله يهديهم ويحفظهم والبسطيله ديالي ها هي بعد ما خرجتها من الفران المهم حاجه ديال الزبده ايمان كيوقعوا فيها مشاكل كيما وقع ليا حشمتني وشوهتني قدام ضيافي واخا ضيافي اقرب الناس ليا زعما ماشي الناس اللي غادي آآ يهضروا عليك من هنا ومن هنا ولكن دائما كتبغي الا وجدتي شي حاجه تكون زويونه تحطيها زويونه كما شفتوا معايا الشكل ديالها المهم وحنا جالسين كنتعشى ودخلت علينا هذه المصيبه هذه حتى هي بسمها الله يردها علينا كيف كتشوفوا معايا بوبريس الصغير وراه انا الكرة الكراته جالسه مع الناس وهز الكراطة كنجري عليها نخرجها باش ما تخليهاش البيت آه فين تينعسوا الوليدات راكم عارفين خطر عليهم الصغير كاع ما كتبانش البنات والله العظيم الا تتشدني الرعده الا كنشوف فيها تكون فيكم اللي كتخلع منها المهم الله يخفف عليا ما كاتيبوا دعيو معايا البنات هاد المواقف اللي كيوقعوا لي دائما كنشاركهم معكم تاخذوا منهم عبره تاخذوا منهم أه تجارب انكم الا أه حصلتوا في المواقف بحال هادو انكم تعلموا الصبر تعلموا الصبر البنات ثم الصبر والقوه انك تكوني قويه ولا مولاتي قاده أه دائما في اصعب المواقف اللي كتوقع لينا خصوصا قدام الناس بحال هكا تعلمي انك تصرفي في نفس اللحظه وما يطرح حتى حاجه وما يضحكوش عليك أه الناس واخا اقرب الناس لك ولكن حنا أه صراحة عيالات ما كان رضاوش ما كان أرضاوش بحال آه يوقعوا لينا بحال هاد المواقف هادو لا تخسرني الحاجة كيما شفتوا معايا كيما قلت لكم البصيلة حشماتني وشوهاتني قدام آه ضيافي وهذا المصيبة حتى هي اللي دخلت علينا جلسنا كنتعشاو عشا علينا من الصطاح آه لأنه الصطاح دائما كان حلو البنات باش تهوى الدار هو منه آه باش كتهوى الدار وشراجم لكن الشراجم اللي حلتهم كيضربنا الكولون آه دير صعيب بزاف كيمرضنا دائما الوليدات الصغار المهم الله يخفف عليا مكاتبه يا رب العالمين آه ولكن الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير تعشينا ضحكنا نشطنا ضحكنا بهاديك نيت ضحكوا آه العائله لانهم آه ما ولفوهاش الاحباب اللي, اللي جاو عندي ما ولفوش يشوفوا هذيك آه المهم نشطنا وضحكنا وتعشينا والحمد لله خرجنا ضربنا دويره ودخلنا آه هنايا جيت كنشارك معكم واحد الحاجه اللي آه البنات اللي متبعيني غادي يقشعوا اشنو آه هاد الحاجه هذه اللي قلت لكم فاش بديتها معاكم لا فيديو اول ولا فيديو بديتها معاكم قلت لكم ما عرفتش شحال ديال الوقت غادي تاخذ اه تاخد مني واش خمس شهور ولا اه سنة ولا أكثر المهم هذيك الساعات قلت لكم راني اه بديتها معكم وها هي البنات مازال ما ساليتهاش غير دابا آه جلسنا انا والعائله وكيشوفوا فيها هكا قالوا لي علاش ما تجبديش دابا آه دوك التوابات اري نعاونوك آه ديري فيها شويه قلت لهم ماشي مشكل مرحبا و الف مرحبا غتشوفوها معايا في لا فيديو المقبلين ان شاء الله المهم هنايا كنشارك معكم اللبسة هادي يلا خيطها البنات أو اللبسة اللبسها خرجت بها مع العائلة كما قلت لكم قبيلة خرجنا ضربنا ضويرة هكا حدا البحر غير ما صورت لكم لأنه كنت مع العائلة هكا راكم عارفين ما كان بغيش أنني نحرجهم مرة أخرى إن شاء الله في خريجة أخرى آه إن شاء الله المهم كان آه نرقدها هذا لأنه هاد التوب هذا فاش خيطها ولات فيه واحد الريحة باقي جديدة البنات ولكن من آه رولو وقيلة آه لأنه مول التوب من الرولو تو جديد زوين عجبني صيفي خيطها للصيف بقى جديده اول لبسه نلبسها ولكن فيها هاد الريحه هذه اللي قلت لكم دابا راني كنرقدها في اريال غادي نبيتها في اريال باش تخرج من هذيك الريحه والحمد لله هذا هو لا فيديو ديال اليوم البنات كنتمنى يعجبكم وانكم ضحكتوا شويه معايا واستمتعتوا واستفدتوا كنتمنى دائما المحتوى ديالي يروقكم تاخذوا منه بزاف وبزاف وشكرا على المشاركه ديالكم دائما كنلقى القا... القناه ديالي في المنتدى عندكم الناس اللي كيبارطاجيوني الله يعطيكم الخير جزاكم الله خير حتى انا كندير ما في جهدي انني دائما نكون معكم ونبارطاجي المحتوى ديالكم في المنتديات ديالي بجوج ويبقى الامل وهدي مملكه النساء مع زهره مرحبا بكم دائما بارطاجيو الله يعطيكم الخير شجعوا هذه القناه تزيد لقدام الله يعطيكم الخير بالاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب اللايكات ديالكم والتعليق الزوينين بحالكم لي دائما كتشجعني تهلاو ليا فراسكم السلام عليكم